اشوف انه لابد يكونون برا عائلتك، لانه عشان يختلف التفكير، يختلف نمط الحياه، يختلف عنك كذلك. لازم هذا يكون مرجع لك، يعني عرفت الصندوق الاسود؟ إيه. هذا يكون صاحب الصندوق الاسود، اتصل عليه استشيره، اعرف انه يبي لي الخير، فقبل ما اتخذ القرار ادق واستشيره. وانا عندي صراحه من الناس اللي اللي ادق واستشيره حرفيا في كل قرارات، حتى لو اخطيت تحس انك مرتاح نفسيا لانك استشرت. ما بالضبط بالضبط صدقت، فكثرت العقول بالموضوع هذا تخفف من ترى هنا في مشكله، اذا كثرت وسالت ناس واجد هنا التوه صح، خيره تحيره. ايه انا اذكر قصه بسيطه. في الاصابه الاخيره اللي في القدم عندي، وانتم كرامه ويكرموا المشاهدين، كرمت. سالت اكثر من 11 استشاري، وهذا والله خطا. بس مريض ويحتاج العلاج، ويدور اسهل علاج ويدور اسرع علاج كذلك. فجيت عند اخر طبيب قال لي كم استشرت، هم عارفين اصلا السيستم، يجي المريض قد استشار الدنيا. قلت والله كثير، حول 10، انت رقم 11. وانا حرفيا اللي دقيت عليه وارسلت له اشعه واللي رحت له، قال هذا اللي توه كنت. القرار اللي عندي 1 2 3، روح استخر وتعالي. يعني ما قال روح اسال، اللي قبله يقول روح اسال. فهذا قسى على حياتك. ارتحت. اذا سالت لاكثر من واحد تتوه، حتى في قرارك تتوه، لكن ركز لك على 1 2 في حياتك واستشيرهم وتوكل على الله. طيب الله يعطيك العافيه عبد الله. الله يعافيك. المواقف اكيد مر عليك موقف كذا، استشرت شخص ودهورك، او شخص استرت شخص ووداك الطريق صح. والله شوف، يقول من استشار الناس اشترى عقولهم. صح. الله خبرتهم. لكن اعرف من تستشير، يعني ما هو كل واحد تلقاه يعرف يصف كلام تستشيره. صح. كنا يعرف يتحدث لكن ما يملك عقل، ما عنده خبره في الحياه. لكن انا اذكر مره في ايام الجامعه كان عندنا ماده نحو، واستشرت واحد من الشباب والله فيها. نحو صعب يعني، ما هو بأي أحد يجيبه يعني يقدر عليه. فقال لا وخر من الدكتور ذا ولا تجيه، شوش عليه ورحت حذفت المادة. عجيب. أوه. أي والله. المشكلة أنه دخل الكلاس خذ المادة ونجح فيها، ونجح الشباب كلهم. وأنا حذفت أجلس في الصيفية هنا، وأنا في الديرة وأنا هنا أدرس. هذا مخاف. وقابلت نفس الشخص هذا بعد الموقف اللي صار؟ قابلته. هي ايش قلت له؟ ما اشياء كلام ما يطلع على اول ما شافه قال سود الله وجهك. لا لا سود الله وجهك. فالقضيه اعرف من تستشير، يعني انا لو رحت استشرت واحد يعني دافور ولا صح يحضر مع الدكاتره دايم، كان بيقول له الدكتور اسلوبه كويس، يعرف يشرح وضعه كويس، لا تحذف لا تدهور نفسك. اي لكن لقي ذا عند الباب وسالته ذا قال رب رجلك رجلك الدكتور هذا. فالقضية معرف من تستشير واتخاذ القرار. ترى لما تتخذ القرار تتخذ القرار وتتحمل يعني تبعاته من خير وشر. انت لما تقدم على القرار هذا خلاص انا اتحمله بصعوباته، سلبياته، ايجابياته، اخطائه، مساره الصحيح، مساره الخاطئ، كل شيء نتحمله لاني اتخذت هذا القرار. لكن لا تتخذ القرار، وانا من وجهة نظري لا تستشير او تستخير الله سبحانه وتعالى. صحيح. لان دليلك في كل شيء استخارة لله سبحانه وتعالى.